من ساو باولو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا بك دادا. إذن بوليفيا تقطع علاقاتها بشكل رسمي مع إسرائيل، هي ليست المرة الأولى في واقع الأمر. تشيلي تستدعي سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، طبعا والخلفية هي هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. كيف يتطور أو تتطور مواقف الدول في أمريكا اللاتينية مع هذا العدوان المستمر على قطاع غزة؟ نعم، هذه المواقف بدأت تتطور بشكل متسارع خلال هذه الساعات الأخيرة. نعرف أن أول دولة في أمريكا الجنوبية كانت قد طردت سفير إسرائيل هي كولومبيا قبل أيام من الآن. واليوم نرى بوليفيا تقطع علاقاتها مع إسرائيل، وكذلك تشيلي تستدعي سفيرها، ويتوقع المراقبون أن تحذو دول أخرى حذو هذه الدول خلال الساعات القادمة. القرار البوليفي جاء بعد اجتماع الرئيس البوليفي لويس لارسي أمس مع السفير الفلسطيني في لاباس، حيث أبلغه رفض بوليفيا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة حسب العبارات التي وردت في بيان الرئاسة البوليفية. وقال إن بوليفيا تريد من الأمم المتحدة أن تتحرك وأن تقوم بواجباتها الإنسانية، وأنها تريد كذلك وقفا فوريا لإطلاق النار. كما أشرت، بوليفيا سبق لها انقطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2009 أثناء العدوان الإسرائيلي آنذاك على غزة، ولكن هذه العلاقات أعيدت عام 2020 من قبل الرئيسة الانتقالية أنياس آنذاك وتطورت. لكن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وهو يساري معروف هنا في أمريكا الجنوبية ومعروف بمواقفه عفوا المؤيدة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي كان وراء قرار قطع العلاقات مع إسرائيل عام 2009، ضغط الآن وبدأ يضغط على الرئيس لويس لارسي، وهو أيضا من اليسار ووزير سابق في حكومته، يضغط عليه ويطالبه بقطع العلاقات مع إسرائيل. ودعت بوليفيا، لم تكتفي بذلك، ولكنها دعت في تصريح للوزيرة المكلفة بشؤون القصر الرئاسي ماريا برادا، التي كانت إلى جانب نائب وزير الخارجية حين أعلن قطع العلاقات مع إسرائيل، دعت ما سمتها بالدول الشقيقة التي تنتمي مع بوليفيا لمنظمات اقتصادية إقليمية للتحرك جماعيا لخلق قرار لدعم الشعب الفلسطيني ولدعم غزة ولقطع العلاقات مع إسرائيل والتنديد بالحرب التي تشنها. وقالت بوليفيا إنها سوف تبدأ إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وإنها كلفت سفارتها في هولندا بذلك الأمر. هذه التحركات في دول أمريكا الجنوبية ليست غريبة، فنحن نعرف أن المادة اليسارية في هذه الدول له مواقف دائما داعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. ولكن البرازيل التي كانت ترأس مجلس الأمن خلال الشهر الماضي وسلمت الأمن، هذه نقطة مهمة جدا. البرازيل أيضا